السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي المباني بيبقى فيها تكنولوجيات حديثة، زي مثلا حاجات فاسيلتي مانجمنت، حاجات خاصة بالسمارت هوم، حاجات خاصة بالطاقة المتجددة. كل ده بيشتغل بشكل مستقل، كل حاجة سليمة لكن لوحدها. دلوقتي الموقع ده باسيف لوجيك بيجمع التكنولوجيات دي كلها في منصة واحدة، بحيث انها تكون متفاعلة مع بعض، بحيث ان انت تقدر تتحكم في المبنى كله بشكل يكون سلس، يكون فيه كل الاكيوبمنت، كل السيستم، كل حاجة في المبنى، بحيث ان انت يبقى عندك كده مكعب في كل حاجة، وبحيث ان انت تقدر تتحكم فيها من خلال الموبايل، من خلال الكمبيوتر، وتقدر تربط كل حاجة ببعض، كل الأنظمة، بحيث ان انت يبقى عندك توأم رقمي ديجيتال توين، تقدر تراقب المشروع كله، تقدر ان انت تتابع اي جديد يحصل فيه، وعندك تحليل للاضاءة والشمس. فانت الفكرة كلها من اول ما تبدأ في الديزاين لحد الفاسيلتي مانجمنت وادارة المنشأة، بلاتفورم فيها كل حاجة من اول الديزاين، الكونستراكشن، الاوبريت، المانج، كل شيء موجود في منصة. ويبقى عندك المعلومات في نفس اللحظة ريل تايم، عندك تحليل للأداء لكل حاجة، كل حاجة انت بتستهلكها. انت مش تقدر تحسن الأداء غير لما يكون عندك إمكانية للقياس.